السلام عليكم خوتي المغاربه داخل وخارج المغرب. كنشكركم بالنسبه على التتبع ديالكم معنا على الطفله ايمان. ومن هذا المنبر كنقول للناس القنوات الضعيفه اللي هما كيخرجوا بشي تصريحات عشوائيين بعادين على القنوات اللي هما قنوات، واش وديروا لي اللايكات وعندك مرات الاب حتى هي تتبعنا. طبعا رانا نتابعك، قلتي جيتي لفاس ووصلتي لفاس، داك الساعه اجي شوفيني شكون انا وشنو انا، ولي كتهميني بان انا السلطه د فاس كلها في يدي، وانا كتهميني بهذه التهم الثقالين. انا انت شخصيا تربي ان شاء الله. وبالنسبه تهمتي بان البنا بان الصباغ ما دايرش والبناي هو اللي داير، انا الخوتي المغاربه رانا خرجت البناي وسط الوليدات ديالو، وهنا ندوز لكم البناي حاليا هو يتكلم الا كان كنهدي له البنت بالماكياج وهذا، لان هذه واخا هضره تافهه رانا بغيت نرضي خوتي المغاربه لان كيتبعوا داك القنوات الضعيفه. السلام عليكم، انا هو العمري محمد البناي اللي خدمت لهاد السيده هذه. خويا هادشي اللي كيقولوا على عباد الله ما كاينش، يعني اتهامات ما كايناش، اتهامات اخاي ما كايناش، هادشي غير الله يخفيهم من حق هاد الهضره هادي. خويا خدمنا في رمضان صايمين ما كاين حتى شي حاجه، خدمت انا وفعلا السباق كان معانا، وهي كاين هذيك السيده اللي كتقول لك كطلع لنا محلقه ومزوقه وكذا. هاد الهضره هادي راه ما كايناش، هي راه غير اشاعات الهضره ديال بنادم وصافي. شحال دوزتوا مع هاد المده انتم كتشتغلوا معاه؟ خويا انا دوزت شي 4 ايام ولا شي حاجه، ومشيت فحالي وخليت السباق تما باقي خدام. يعني ما شفتوا حتى شي حاجه اللي هما دابا حاليا كيقولوا عليها انها كانت كتطلع من الهضره؟ اخاي مطلوقه ما كاين شي منها حتى حاجه، ما كاين منها هذيك الهضره اخاي. شنو الرساله اللي توصل لهاد الناس يطلق الاشاعات كاذبه؟ الله يهديهم والله يعفو عليهم من جهتي انا. يعني كاين شي متابعه الا ولاو زادوا بطبيعه الحال اخويا، الا ولاو لاحوا على شي حاجه على البناي ولا تبعو على الاسم ديالي ولا على كذا، ضروري نتابعهم اخويا. يعني انت تفاجئتي انت بهذا الشيء مؤخرا؟ اخويا انا ما على باليش هذا الشيء، راه داز عليها اخي عام تفاجئت به. هذه واحد السيمانه هذه كنشوف الاسم وكذا والبناي وكذا وشنو دار وشنو دار، ما على باليش اخي بهذا الشيء. هذا ما هذا الشيء راه خدمنا فيه عام رمضان اللي فات. يعني عام عام اخويا. يعني وشكرا.